بحب امثل مع اونكل احمد رزق و اونكل تامر حسني، نفسي اقابله جدا. نفسي نشوفه، بنحبه جدا ان شاء الله. حافظين له اغنيه؟ ما هي بتاعت نص الاغراء. طب يلا هتغنوها؟ ماشي يلا بينا. من صلب بعض على الورق، وفرعنا من طريقين، والود في قلوبنا انحرق، عدى السلف والدين، صدق اللي قال ان الزمن لو تأمنوا ينهيك، نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين، ذبحوا الأصول لأجل الوصول، دول كدابين زفاه، كتر السواد وأعمى العباد، خلى القلوب جفاه، عجبي على اللي عمى غرور، عايز سنين وخراب، أقرب من نبت التراب، بمزن ملوش كفاه، قصة جبيل عدها الخلاف، سمحوا القلوب أغراب، ضل الشموس جوا النفوس، عتمت سواد وسراب، عجبي على النسل اللي عاش يحصد في زرع الغير، وفي دمه داج نهب البشر عنده الجشع غلاف. بس عسل قوي، مش ممكن بجد بجد والله، يعني بجد تسلم ايديكوا وغنيكوا وكل حاجه، ومشغلين جد قوي، عمالين يعملوا الجلاش ومش واقفين خالص، يعني عملوا الطبقات الاولانيه وعملوا الحشوه وهو عملوا الطبقات اللي بعد كده، وعمالين يحطوا في ما بينهم السمنه، بجد برافو عليكوا وبهرين جدا. احنا المفروض دلوقتي نقطعها وندخلها الفرن، واول ما تبتدي تحمر نطلعها وندلق عليها اللبن والبيض وقرفه وملح وفلفل اسود. حلو قوي. وبعدين تخش الفرن تاني شويه. تخش الفرن 5 دقايق. تخش 5 دقايق، تدينا بقى النتيجه اللي هي قدامهم دي. بصوا بصوا الجلاش لونه عامل ازاي وشكله جميل ازاي. تسلم ايديكوا، تحفه 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 بجد. لا انا فخوره بيكوا جدا. طب انا بقى انا عايزه اشوف مشهد. ممكن يعني اثبتوا نفسهم في الغنى اهو، نشوف بقى مشهد معايا. يلا بينا. مشهد ايه هتختاروا؟ اني مشهد نسل الاغراب. نسل الاغراب. نسل الاغراب، ماشي يلا بينا. نقف هنا زي ما انتوا كده. حمزه اتفرج على ابوك وهو بيقتل ابوك. صح يا حمزه، ابوك بيتكلم صح. اتفرج على ابوك وهو بيقتل ابوك. جميل جدا، برافو عليكم. انتوا يعني انتوا نفسكم تحققوا ايه كمان؟ يعني نفسكم تعملوا ايه؟ قولوا لي. انا نفسي اطلع مخرج زي ما انا ممثل. زي ايه؟ زي ما انا ممثل. زي ما انت ممثل عايز تكمل. طب قول لي ايه اصعب مشهد انت مثلته قبل كده؟ كان اخر مشهد في بخط عيد، المفروض ان احنا ما شفناش مامتنا من ايام كتيره جدا، ودلوقتي بنشوفها، فهم كانوا عايزين نعيط كتير جدا وندخل في الدور، فاحنا انا واخواتي دخلنا في الاوضه ودخلنا في المود وعرفنا معاها. ومثلت المشهد ده ساعتها. كان كنت متاثر جدا صح؟ طيب وانت يا ياسر؟ انا كان اصعب مشهد اللي هو كنت بقى بغلس على ادم، كان تشرين قالت لنا انسوا ان انتوا اخوات، فده كان صعب بالنسبه لي، يعني انا بغلس عليه وانا وادم اصلا اول ما بنبص في وش بعض بنضحك. ده اتحطيته في موقف انك لازم تمثل قدامه وتنسى خالص ان هو اخوك وتبقى جد. يغلس عليا. الحمد لله يعني المشهد طلع مظبوط. طب الحمد لله. طب قولوا لي اكيد في مشاهد ما ظبطتش، يعني اوقات بيبقى في مشاهد مش بتظبط، هل المخرج بقى بيزعق مثلا او كده؟ لا، طنط شيرين عادل وانجل اسلام خيري بيدونا راحتنا وما خلوناش نتوتر، بس طنط شيرين عادل احنا كنا بنسهر كتير، وفجاه يجي عليا مثلا انا اغمض عيني شويه، طنط شيرين في الميكروفون يا ادم، بصحى في ثانيه والله اول ما تقول لك يا ادم في الميكروفون تروح صاحي وفتح عينه.
طيب قولوا لي بقى، بجانب التمثيل وكده، او لسه في سؤال تمثيل مهم جدا، مين بيمحفظكم المشاهد؟ ماما. ماما مشاهد. ماما دايما هي الام العظيمه اللي ورا كل ايه كل عد عظيم. وايه بتتعب معانا على طول، بتتعب معاكوا على طول، هي اللي بتقعد تحفظكوا. احنا ساعات حتى في المسلسل بيبقى علينا حاجات تتكتب في المدرسه، ساعات احنا ساعات بنكتب وهي تكتب. تمام.